فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن حبان؟ ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن حبان وهو: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، والحديث الذي أخرجه ابن ماجه وهو: إن يوم الجمعة أعظم الأيام عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر؟ نعم، لا تعارض، والحمد لله، لأن هذا في الأسبوع وهذا في السنة. أعظم الأيام عند الله في السنة، وأما في الأسبوع فأعظم الأيام هو يوم الجمعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.